أحد الأخوة ذكر لي في الأسبوع الماضي وقبل قليل أن نذكر هذه المسألة. وهذه المسألة: إذا واحد توضأ ثم بعد ذلك بعد فترة شك أن وضوءه باقي لو مو باقي، مثلا الصبح أول الصبح توضأ، الآن ماضي 5 ساعات أو أكثر، يشك أن وضوءه باقي أو مو باقي، وضوءه انتقض أو ما انتقض. أكو بعض الأفراد اللي يغلب عليهم النعاس، مثلا يصلي الصلاة الأولى، بعد الصلاة الأولى فد مرة يشوف راسه وقع هالشكل، هذا يقال له الخفقة والخفقتان. بعدين يفتح عينه حقيقة ما يعلم أنه نام أو ما نام، يظن 70% 80% أنه نايم ولكن ما متيقن من ذلك. الجواب: إذا واحد تيقن أو اطمأن بأن وضوءه انتقض، هو ينقض اليقين باليقين، بعد أمام اليقين ما يتمكن واحد يقف. أما إذا يقين ما عنده، اطمئنان ما عنده، شك عنده، نام لو ما نام، يظن 80% 70% أنه نام، هنا تأتي القاعدة: لا تنقض اليقين بالشك. يقول: أنا كنت متطهر، أشك أن هذه الطهارة انتقضت أو ما انتقضت، أقول إن شاء الله الطهارة باقية. مسألة ثانية: إذا واحد نام حقيقة، لازم ننبه على أنه نام لو لا؟ يعني أنا قاعد شفت واحد يمي نام حقيقة، نام يعني 100% نايم، مو أنه بشك، لازم أنبه على أنه نام؟ الجواب على ذلك: إذا كان عمله ناشئا عن جهله بالموضوع، يعني الحكم يعلمه، هذا الرجل يعلم أنه إذا نام لازم يجدد وضوءه، ولكن غفل عن أنه نام، يتصور أنه ما نايم وهو في الواقع نايم، لا يجب علي التنبيه. التنبيه في الشبهات الموضوعية إلا ما خرج بالدليل مو لازم. واحد ثوبه نجس وهو لا يعلم، أنا أشوف على ثوب الدم، لازم أنبه أن على ثوبك دم؟ لا. امرأة دا صلي شعرها طالع وهي تعلم الحكم، يعني تعلم أنه لازم تستر شعرها، ولكن تظن أن شعرها مستور، لازم أجي أقول لها اللي شعرش طالع؟ لا مو لازم. التنبيه في الشبهات الحكمية إلا ما خرج بالدليل مو لازم. واحد يأكل من مطعم وهذا المطعم أنا أعلم أن اللحوم محرمة وهو لا يعلم، مرة يكون جاهل بالحكم، يعني ما يعلم الحكم، يجب علي التنبيه. مرة يعرف الحكم، يعني يعرف أن اللحوم الأجنبية محرمة، ولكن يظن أن صاحب هذا المطعم المسلم يأتي بلحوم محللة، لازم أنبهه؟ لا مو لازم. يعني هذا المشتري أقول له هذا المطعم يجيب لحوم محرمة، لازم التنبيه؟ لا مو لازم. هذا الفقهاء يسموه عدم وجوب الإلفات والتنبيه في الشبهات الموضوعية المتداولة.